الجريمة انتهت، لكن الجرح لم يلتئم بعد. جرح قلب كل من أحب ميريام الياس الأشقر، أهلها، أقرباؤها، أحباؤها، جيرانها، الجميع أتى للصلاة عن راحة نفسها في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، في قداس مؤثر ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وحضره وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وعدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية. البطريرك الراعي دعا الدولة اللبنانية إلى إنزال أقصى العقوبة بالمجرم القاتل. نطالب المسؤولين عن الأديار والمراكز الدينية والمؤسسات المسيحية حفاظاً على قدسيتها وحرمتها ورسالتها بعدم إكالي حراستها لأجانب غير مسيحيين وبعدم إيوائهم في حرمها. الراعي دعا القوى الأمنية للسهر على أمن المواطنين وعلى حمايتهم من أي اعتداء قد يطالهم، مطالبا الدولة اللبنانية بضبط السلاح، كما نطالبها التقيد بالشرعية الدولية ولا سيما فيما يختص بالمحكمة الخاصة بلبنان من أجل الحقيقة والعدالة في بلدنا لبنان. وإننا نحذر من مغبة عدم التقيد بها. وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي كان التقى الراعي لمدة ساعة وربع في صالون الصرح قبيل القداس أكد أن الحكومة لن تستقيل، مطمئنا إلى سلامة الوضع الأمني. مش متخوفين أبدا، نحن مرئين بمرحلة حساسة فينا نحن نقدر نخفف من وطأتها قد ما منتضامن وقد ما منقدر نتفاهم ونقعد على طاولة واحدة. وإذ أثنى شربل على عيضة البطريرك الراعي أكد أن المجرم لن يرحل من لبنان، وعما إذا كانت ستطبق عقوبة الأعدام قال: هيدا القرار للقضاء، شو بيطلع من القضاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيصادقوا عليه، وبعتقد لازم بقى يتربى المجرم، بكرة بتشوفه. النائب نديم الجميل دعا الدولة اللبنانية للسهر أكثر على أمن المواطنين. أهم هو كيف بده يتعاطى القضاء مع المجرم، لأنه اليوم الواضح أنه في ناس معتبرين حالهم فوق القانون. وبعد القداس كان لقاء شكر جمع البطريرك الراعي بأهل ميريام الذين شكوا أمام البطريرك الراعي مصابهم الأليم. 10 ساعات كان بدها تخطب، أنا فكرت وقلت لها يا ماما عريسك كان المسيح.